عراك بالألعاب النارية يودي بحياة امرأة بريئة. فما الذي يمكن أن نفعله مع شخص لا يخشى القانون؟ وهل فعلا أصبحت عقلية العصابات؟ أحلام، الشابة التي تنقل السيدة للشباب في الفندق المشؤوم. جاوا يتيروا بليسينيا، واحد تيرا بالبو، واحد فيهم قتلها، خلف فيها السيدة ما تتشي خلاص. ولا يجي واحد يجيب زوج بنات، ثلاثة يجيبوا صاشيات. كابوس العيش بجوار وكر مشبوه. شهادات صادمة من عالم عصابة الأحياء، هذا ما سيخبرنا به ضيوف هذا العدد. السلام عليكم مشاهدي قناة الشروق، أهلا بكم إلى عدد اليوم من برنامج عشت وشفت. حروب العصابات أضحت بمثابة الظاهرة المخزية المنتشرة في مجتمعنا والتي يدفع ثمنها مواطنون ليس لديهم أي علاقة بهذه الانحرافات الخطيرة. فما الذي يمكن أن نفعله مع شخص لا يخشى القانون؟ وهل فعلا أصبحت عقلية العصابات بمثابة الجينات التي تورث داخل نفس العائلات جيلا بعد جيل؟ سنستمع إلى تجارب المواطنين المتضررين من حروب العصابات المنتشرة بعد أن أرحب بضيفتي الكاتبة والأستاذة سارة. بنمس الخير سارة. أهلا وسهلا. الحمد لله أستاذة سارة. حروب العصابات يعني دائما تأخذ هامش كبير من تغطية الإعلاميين والصحافة، ولكن ليس بالقدر الكافي. هل تعتبرين أن الحديث بشكل مطول عن حروب العصابات يساهم في توعية الناس والحد منها؟ أما الكلام فعلا أصبح لا ينفع؟ لا أبدا، بالعكس بالعكس، يجب الحديث عن هذا الموضوع والخوض فيه، لأنه تعدى حدود العادي يعني في المجتمع أنه يصبح موضوع أن هناك عصابة. حتى اللجوء إلى القانون وثقافة المواطنة يعني تغيب في الآونة الأخيرة. الشكوى، من يشهد معك، هناك تخوف. أعتقد أنه في الأونة الأخيرة كان هناك تشديد يعني من ناحية الإجرائية حول هذا الموضوع، وطرح هذا الموضوع بقوة، وهناك قوانين أخرى عدلت يعني حتى تمس إلى السجن المؤبد لدخول معركة حقيقية يعني ضد هؤلاء العصابات. ولكن حتى الحرب الإعلامية هي حاليا واجبة حتى نجد الأطراف أو الزوايا الأخرى التي يمكن أن تضيق على هذه العصابات. في شيء آخر ممكن الحديث عنه هو الشكوى، وموضوع أنه حتى المواطن المجتمع اليوم مستقيل، وهذا ما يساعد في يعني زيادة في حجم هؤلاء العصابات. عندما نجد أن كل المواطنين أو جل المواطنين يرفضون أن يكونوا شهود ضد في أي قضية، أعتقد أنه هناك ربما هذا المواطن هل يحتاج إلى حماية قانونية أكثر؟ إذا كان يحتاج إلى حماية قانونية أكثر، يجب أن نخوض في هذه المسألة لنجد ما الذي يعني يعيق المواطن اليوم من الدخول كشاهد. يعني ما الذي يجعله يخاف من العدالة أيضا؟ طيب أستاذة سارة، كان هذا المدخل عن هذه الظاهرة، والنقطة التي تحدثت عنها هي النقطة التي سنبدأ بها بعد قليل، هي عن خوف المواطن من تقديم شهادته في هذه النقطة. قبل أن نستهل حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، أنا أذكركم أنكم ستتابعون خلال هذه الحلقة حوار صادم وخاص جدا مع شخص لم يتمكن من الحضور إلى البلاطو، وهو الكلام ربما سيكون غريب على مسامعكم، ولكن هو فعلا الحقيقة، لأن هذا الشخص لم يتبقى في حياته سوى بعض الأشهر، وهو مصاب بمرض السيدة، فقدان المناعة، ومصاب بأمراض كثيرة. كانت له تجربة خطيرة وتجربة معقدة وسوداوية جدا مع حروب العصابات والانحرافات التي يمكن أن يدخل إليها شاب في مقتبل العمر، ولكن نتيجة الحياة التي عاشها يبدو أنه سيدفع ثمنها غاليا. وطلب من المشاركة في البرنامج ليوجه رسائل خاصة إلى أفراد من عائلته وإلى الجماعات التي كان يدور ويمارس الحروب معها. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا. كما أخبرتكم في بداية الحلقة، فإننا سنستمع في هذا الجزء إلى شهادة الشخص الذي أصيب بأحد الأمراض الخطيرة بعد أن كان غارقا في عالم الإدمان وعالم الانحراف. الشاب الذي يحضر معنا لن تتمكنوا من رؤية وجهه ولا معرفة اسمه الحقيقي، ولكن هو اليوم هنا ليوجه رسالة مهمة جدا لكل الشباب الجزائري، ورسالة خاصة إلى
احد الاشخاص المقربين جدا منها. مساء الخير خويا العزيز. مساء النور خويا يوسف. بس الحمد لله. الحمد لله. انت تقول لي خويا يوسف، بصح انا ما حاش نقول اسمك يعني باش تكون مرتاح. انا نشكرك لمره اخرى، انا شكرتك قبل التصوير وزيد نشكرك دوكا لانه قبلت انه تحكي لنا، تفتح لنا نافذه صغيره على واش تجوزت في حياتك. انت بحال الانسان اللي كان بصحته وكان عنده كلش، وكيف قد فقد ايضا كلش الصحه المال والمستقبل. هني حاب نبدا معك من النقطه الاولى، هي انه المشاكل العائليه اللي كنتوا عايشينها في الدار اللي كانوا في قلبك، يعني كان داروا لك صراع نفسي لداخل، خلاوك تبدا تدريجيا تدخل في الادمان على المخدرات. يعني انت حر، لك حاب تحكي لي وشنو هما المشاكل وكيفاش بديت في الادمان؟ انا قاعد نسمع فيك. كان عندي مشاكل مع بابا، باش بديت نكبر بديت نشوف باللي انا يما اسمع حاجه وانا في كوار نكتب حاجه واحده اخرى. ومن بعد اكيد ومن بعد مع الوقت ديكوفريت باللي بابا كاتبنا على المرض دوزيان اسمها يما ما عندهاش لي فريكا. ومن بعد شربت روحي في كوزينه، ذبحت روحي من هنا في الكوزينه. هيا دار ليفري، دار افوكا، وانا في سبيطار في لارياناسيون ريحت 4 ايام. من بعد خرجوني خيط 32، من بعد افوكا واحد الكات موا هكذاك ولا داروا لنا ليفري. بصح دار ليفري لخوتي، انا مازال على اسم المراه الاخرى باسكو ما قدرش. قال لي هكا، قال لي حتديني للحبس، قال لي دوك هكذا. وقلت له الله يرحمه ويوسع عليه، قلت له معليش كي راك كاتب دوكا خاوتي هذاك هو الصح، وراك مستعرف بيما وخاوتي هذاك هو الصح. ومن بعد موراها عطاني دراهم باش نفتح حانوت، وانا قلت خلاص دخلت في الادمان. على حسب شك تحكي، انت قلت لي باللي ذبحت روحك في الكوزينه باش توبليجي بابا كيما نقولوا باش يرقلي لكم الكواغط وديروا ليفري دو فامي ايتترا ايتترا. كي ذبحت روحك وش كنت تسنى يسرى من بعد؟ ما كنت خايف تموت زعما؟ ما خممتش في هذه الدقيقة، ما كنتش فاهمي قوى العراقي، كنت شارب مخدرات. ما كانش يوسف اللي حوس عليك تدخل طناش تاع الليل تبات 24 ساعة برا، ما كانش كاع. ومن بعد موراها باعتراب عطانا دراهم، بصح ما كانش اهتمام، هاك دراهم وروح دير واش حبيت، هكذا وروح دير واش حبيت. هو كان يحسب انه اي مشكل يتحل بدراهم. وانت واش المشكل يتحل بدراهم؟ هو لازم الاهتمام، الاهتمام ماشي الاهتمام هو الصح، دراهم يجوا ويروحوا، الاهتمام ما كاش كاع. واش قصدك الاهتمام يعني؟ باسكو دوكا كاين بزاف اباء راهم يشوفوا بالك عندهم نفس المشاكل مع اولادهم. عيطنا وليدك سقسي عليه وين راح وين ما راح، واش راح يدير في حياته وكلا شرب. انا في اللي نكون قاعد مع اصحابي الاخراني فيهم في عمر 37 سنة عيط له بابا 30 خطرة في النهار، قالوا وين راك واش راك دير ادخل الدار. انا تليفوني بالشهر ما كانش كاع. ومن بعد كي هدرت له الخطرة هادو اللي يقول لي انت قدا انت ماشي صغير وانت بيبي نتبع فيك وانت هادي. بعد قالت الحكاية هكذاك ما كيعطاني دراهم هادوك، انا فتحت حانوت قلت له بابا تجي معايا شوف الحانوت وما روح شوف بارك الحانوت. قال لي ودي بلا ما نشوف دبر راسك فين. دخلت انا في الانحراف، كملت في الانحراف اكثر واكثر، دخلت في الادمان. كنت مدمن 50% وليت مدمن 1000%. واش كنت تشرب يعني؟ واش كنت تستهلك؟ غبرة كوكايين وهيروين. مين كنت تجيبها؟ نشريها في الحي اللي كنت ساكن فيه يعني بلا ما نقولوا مين، موجوده ولا ما؟ درقانه. طيب انت كنت حاب تصلح العلاقه اللي بينك وبين باباك، يعني كما نقولوا احنا كنت حاب تبين له باللي انت ابن صالح، يعني ما جاش في بالك باللي هاد الاشياء يعني راح يدوك راح يغرقوك راح يزيدوا المشاكل اللي بينك وبين باباك؟ بعد مع الوقت فقط باللي غرقوني كاع، دخلوني في خسرت كلش في حياتي.
خسرت مع ربي، خسرت مع دارنا، خسرت مع العباد اللي كانوا يجيبوا لك المهلوسات هادو، مازالك على علاقة معهم اليوم؟ لا احنا علاقات قاعدانا خلاص، نطلع عند ربي مازال ننطر مع الناس هادو خلاص خلاص لا علاقة. حاوز دوك كيفاش نصلح روحي مع ربي، اما لعبت خلاص ما يهمنيش دوك الصحبة مع ربي سبحانه كيفاه. دوك نلحقوا لهذه النقطة، أنا ما كنتش حاب نقولها، ما كنتش حاب نبدأ بها مع الأول، بصح أنت بحال اللي يقولوا عليه يعني ما باش مي باكيش نجيبها لك، يعني الطبيب عطالك قال لك باللي ما قعدلكش يعني. هي الفكرة برك أنا مش عارف مي باكيش نقولها لك، يعني الفكرة وحدها تخوف، أنت راك تشوف فيها جاية يعني. الآن إيه خايف؟ أنا دوكاني خايف، كنت خايف عليه خايف. من وشك خايف بالضبط؟ وجست خايف 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 يدوك يما في وشي صرا لي يما، خايف خايف دوك يطلع عند ربي كيفا. انت كيفاش تفسرها على اساس انها ابتلاء ولا عقاب؟ احنا نقولوا الموم، احنا نقولوا الموم عقاب. عقاب مالي اللي حقت روح عقاب بالنسبه لنفسي، واحد ما كان سبب بالنسبه لنفسي كان شويه صح 20% ما كانش الاهتمام كاع، بس كنت مقرانة وكنت نجيب لاموين دوز طريز، خرجت وحدي من المسيد واحد ما قال لي خرج وما كانش يحوس عليا، ما كانش الاهتمام، ما كانش يهتم بي يعني. انا هو صغير في الدار ما كانش يهتم بي. طيب تسمح لي دوك نحكيو على واش صرا في عنطايا؟ هي في عنطايا، انا علاش قلت البلاصه هذه؟ لانه عنطايا ونحن نعول على ذكاء المشاهد في فهم ما حصل. فعن طيب انت تلاقيت مع واحدة طفلة، هاد الجماعة تاع الأشخاص اللي كنتوا تدوروا كيف كيف وتستهلكوا الممنوعات عرفوك على واحدة. وش صار من بعد؟ من بعد جات لي صاحبتها مورا قالت لي ما تخلي جبرك كنت مع أحلام، قلت لها ايه، قالت لي ما قاتلكش باللي هي مريضة، قلت لها كتمسخري بيا كيفاش مريضة، قلت لي قسم بالله غير مريضة، قلت لي غدوة ديها الطبيب وشوف بيانا. أنا الأخرى ما حبيتش نقول لها، عيط لها في تليفون جات قلت لها كيفاش انتي مريضة، قلت لي لا ماشي مريضة، قلت لها نروح دوكا نديرو لي زاناليز أنا وياك، قلت لها نروح بعد مصطري، قلت لي صبر، قلت لي غدوة صباح ونروح، قلت لي ديجا كنت مريضة وبريض، قلت لي ماشي دوكا، قلت لي في 2014، قلت لها غدوة غادي نتلاقاو، وقالت لي هاد الساعة. من هذاك النهار ما كاش اختفت. طيب هي كي كانت كان يبان عليها في جسمها بلي هي مريضه؟ ما كانش يبان عليها، هي عندها عينيها يبانوا في عينيها، وانا ديت على عينين وليت نعرفها من بعد طبيبه هي اللي قالت لي. يعني بدون الدخول في التفاصيل الشيء الذي حصل بين المدعو واحلام، احلام كانت مصابه بمرض فقدان المناعه، ويبدو انه كانت لديها علاقات كثيره مع شباب واوقعت شباب كثر في هذا المشكل. هي طريقه العدوى، طريقه انتقال هذا المرض، برك باش المشاهدين ما يخافوش لما يشوفوا التصوير، طريقه انتقال هذا المرض تتم باسلوب واحد فقط، وانتم تعرفون ما هو، نحن لن نذكره احتراما للعائلات. على بالك لما الشاب، يعني اتوقع انه الراجل كي يكون بصحته بمجرد يعرف انه الدم تاعه تخلط بهذيك الطريقه يموت وهو حي، انت كيفاش عشت اللحظه اللي تاكدت فيها بالمرض؟ راني ميت وحي، راني نموت في النهار 100 مخطره، راني نموت في النهار 100 مخطره، راني طحت باش نوبيري ما قدروش يوبيريوني، قال لك اما حد الطبيب ما حبيسيني لي باش يوبيريوني، الطبيب اللي روح ليه يقول لي انا ما سينيلكش، وكل ما نروح ندير
كل ما نروح نعاود لي زاناليز نقول بالك هذا يخرجني التصوير نلقى اكثر واكثر. راني درت واحد عنده 4 جرم اللي درتو زاد خرج اكثر من الجسم ديالي وملتهب كاع من الداخل. وهما يخافوا كي يفتحوك، يخافوا انتقال العدوى عن طريق الدم، يخافوا. وقتاش حياتك تبدلت يعني؟ لانه سي فري كنت كان عندك ماضي سيء مع الانحراف، ماضي اسود يعني، مش ما نقولش سيء، كل انسان عنده ظروفه. انت كيفاش جبت روحك من هذيك من هذاك العالم؟ بالمرض، ملي ديكوفريت روحي بلي انا مريض. وشنو من الحاجات اللي ندم عليهم يعني؟ اسمح لي برك بالك انني شويه نفرص عليك بالاسئله، ولكن ما نقدرش يعني ناكد لك انا انه ملايين الشباب ربما اللي راهم في هذاك العالم واللي ممكن يصير لهم هذا الشيء لما يسمعوك بالشهاده تاعك برك تكفي انهم يتجنبوا اشياء عديده. كاش كيما الحلال، كاش كيما الحلال، وما كاش كيما الزواج، ما كاش كيما طريق ربي، كاش كيما طريق ربي. طريق ربي وطريق الوالدين يعني هذا ما كان. الله يجعل ربي يسمح لي ويما تسمح لي هذا ما كان. الله يجعل يما تسمح لي لما قلتلهاش اليوم الى هذا. ما حبيتش نقولها على جال هدرت الناس وتزيد عليها هي وتزيد تسمع هدرت الناس وهدرت الفاميليا على بها خبيت عليها وربي وشاهد عليها علاش خبيت عليها يما. كيفاش راك مخبي عليها؟ راهي عايشه معك في الدار. ما كيما نقولوا حنا ما شكتش، ما دخلهاش الشك. دخلها الشك، شايف ما خرجت من داك بال5 ايام ما نقدرش نوض، ب6 ايام بصح انا نورمال شغل. نقول لها رجلي، نقول لها مانيش نرقد في الليل، نقول لها كل خطره واش نقول لها حاجه، وهي حاسه باللي كاينه حاجه صافا. وشنو هي؟ ماشي من داك الانسان اللي قاعد ينسيستي عليك بزاف. نيه واش قال لها وليدها؟ تامن واش تقول لها؟ تامن شو من داك نقول لها نعيه ماش نرقد في الليل، راني نرقد في النهار. من داك نقول لها، من داك نقول لها كرهت نخرج برا. من داك الله يجعلها تسمح لي وخلاص. كي تكون قاعد بينك وبين راسك، بينك وبين حالك يعني، تكون راح ترقد ولا كيما نقولوا كي تكون مع راسك، اسكو تفتح احاديث هكا بينك وبين ربي؟ تبدا تسقسي ربي، تقول تحكي مع ربي يعني؟ احنا كيما نقولوا الانسان كي تغيب له ولا كي تكحل الدنيا في عينه هكا يبدا يهضر مع ربي. يا ربي اسمح لي. واش تقول له؟ يا ربي اسمح لي، يا ربي اسمح لي، غلط ما تتبعش طريق ربي. كان عندي كاع الامكانيات وما تتبعش طريق ربي. كي تشوف المصاغر في الحومه يديروا، واش كنت تدير انت بكري؟ تخاف عليهم؟ عندك هذاك ال تخاف عليهم؟ ما تخافش عليهم، بعد حياتهم تضيع كيما ضاعت حياتي انا. راني شغل جوت تاني عايش، جوت تاني عايش، هاي الأكبر. عايش نسنى غير في هذاك النهار كيفاش يجي. قسم بالله راني عايش نسنى غير في هذاك النهار، نسنى غير في هذاك، من داك في الليل نسنى في الليل، من داك نسنى، من داك يحكي المستر من الله، من داك نقول دوكا، من داك نقول في الليل، من داك مع الصباح، من داك 3 تاع الصباح. سنة غير في هذاك النهار يجي، سنة غير في هذيك الدقيقة يجي. صح، راهم يشوفوا فيك هما دركا، كاين بزاف شباب بنات ودراري راهم يشوفوا فيك دركا، وش هي الكلمة اللي تقولها لهم باش يتفادوا أنه يصرى لهم واش صرى لك أنت؟ تبعوا طريق ربي، تبعوا الحلال، ويسمعوا والديهم ورضاية الوالدين هي الصح، وكلام الوالدين. انا بابا صح من جهه، بصح ما كانت قطعيت عليا من انا ما كنتش نسمع. ما بديتش نصلي وانا صغير، ما تبعتش طريق ربي، بس كانت هي الحاجه اللي بديت نعرفها دوك، طريق ربي. ما تبعتش طريق ربي وانا طريق ربي. هذا سؤال جانبي ما كانش المفروض نسقسيك عليه، بصح نسقسيك عليه. هذه احلام، وانا اتعمد ذكر اسم الشابه التي نقلت العدوى الى، هي أكيد أنها تقوم بالالتقاء مع شباب آخرين إن لم توقع عشرات الشباب في شباك هذا المرض الخطير. هي عندما التقت مع
لم تخبره أنه مريضة، وحتى إذا أخبرته أنها مريضة فهذا يفترض أنه جريمة كبيرة يعاقب عليها القانون. نحن من منبر البرنامج نلفت عناية السلطات أن اسمها أحلام وهي مقيمة في عنطايا. في عنطايا أنت لدك مزك شفي على دارهم على وين تسكن؟ على كاريين. كيفاش دايرة؟ تقدر توصف لي شكلها بس على الأقل ينتبهوا لها لجان؟ نورمالش طفلة عادي، مرة 23 سنة هكذا، شعرها جيشول شاطة وجيشول بلوندة هكذا، عيني أمانة. ما عندهاش خانة ولا علامة معينة في وجهها؟ ما عينيها كبار. عينيها كبار؟ نعم. سنانها ما عندهاش كما نقولوا إحنا حاجة في سنانها؟ لا عندها عينيها كبار. طيب فؤادنا نلحقنا تقريبا الختام تاع الحوار تاعك. انا زيد نشكرك مره واحده اخرى لانه حضورك معنا راح يكون بمثابه انت صحيح انه استغليت الفرصه باش تلحق رساله بلك ليماك بشكل غير مباشر، ولكن انا نشكرك يعني شخصيا وباسم فريق البرنامج لانه كاين بزاف شباب وقعوا في هذا الشيء وممكن راح يوقعوا في واحد اخرين ضحايا جدد في هذا الشيء بمجرد انهم يسمعوك ربما يتكاكاو ربما كما نقولوا احنا في الاسلام نقولوا كل ميسر لما خلق من اجله. ربما الشيء اللي صار لك راح ينقذ اعداد كبيره من الشباب باش ما يصرى لهم الشيء اللي صار لك. وانا دائما عندي شكر خاص للاشخاص اللي يكونوا داروا اشياء معينه ولكن جاوا للبرنامج وجاوا للاعلام ووجهوا رسالتهم للمشاهدين. وش الحاجة اللي حاب تقولها في الختام؟ راني حاب غدوة من الغدوة كش ما يصرى لي وما تسمح لي بعد أنا ونطلب من ربي يسمح لي. هي يماك إلا شافت الحصة ما حاش تعرف بلي انت لأنه الفريق التقني دار كلش باش ما تبانش الهوية تاعك، ولكن بعيد الشر يعني بعيد الشر يعني كل إنسان ساعته في ضربي كما نقوله. إذا لحقت هذيك الساعة تسمح لنا نحن نعطوا النسخة الكاملة للوالدة تاعك تاع الفيديو؟ لا دوال عاكو عطاك صحة عايشك خويا. سأبدأ مع أول تجربة لحلقة اليوم وهي للسيد أحمد. السيد أحمد يحضر معنا في البلاطو وهو يدفع ثمن تبليغه عن وكر لممارسة الأفعال المشينة وترويج المخدرات في إحدى المناطق، ولأنه تقدم بشكوى فإنه يدفع ذلك في صحته وفي عائلته. مساء الخير سيد أحمد. أحمد عفوا لاباس خويا؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. أكوا مرتاح نقدر نبدأ؟ الحمد لله. طيب سيد أحمد أنت اتصلت بنا بالبرنامج وحكيت لنا على واحد الكابوس إذا صح القول، راك عايش أنت يا دوك حاليا في مازالني عايشه على كل حال. مازالك عايشه للدرك؟ مازالني عايشه. طيب سيد أحمد احنا وجدنا لك واحد التصويرة تاع دارك دوك نشوفوها وأنت قول لي وشنو هذا الشيء اللي أنا نشوفه فيه. نرحلوك مكتوب، أنا سأترك المشاهدين لكي يتمكنوا من مشاهدة الصورة. مكتوب نرحلوك بالقوة وارحل. طيب سيد أحمد وشنو هذا؟ لا رانا أنا ما زاني متعجب على كل حال. هذه دارك يعني؟ هذه داري هذا اللي جاء الباب تاعي أنا قيم في حي فوضوي على كل حال. كانت ساكنة جارتي واحدة دايرة وكرة، يجوها العصابة هذو يجو كانوا يقاروا لي عد الباب، يرموا لي قارورة الخمر ثم يرموا لي لابوبال. كي نخرج نهضر معهم يتلاقوني شو بالماس. قدمت بهم شكوى عدة مرات للدرك. الدرك الحمد لله الدرك تجلابي ثم يديروا البي في تاعهم قدام. كل ما يجوا شو المكان والو الشهود ما عنديش. رحت لوكيل الجمهورية
قبل ما نلحقوا إلى مرحلة التبليغ يعني يعني أنت أكعرف أنه أنا شغل الحديث قدام الكاميرا ولا أمام الرأي العام يستدعي الإجابة على بعض الأسئلة المهمة. نعم. مش الغرض منها هو التشكيك في كلامك، ولكن الغرض منها هو التأكيد على المعلومات اللي لك تقول فيها. لما تقول على منزل أنه وكر لممارسة الأشياء الممنوعة يعني وممارسة الفضائع والمشاهدين فهموا هذا الشيء، هل أنت متأكد من ذلك؟ متأكد، لأنه بيني وبينها ما كانش حاجة كبيرة، كان صورة برك. وهذه اللي كانت ساكنة ثم شغل تسكن في جهة، أصلها من جهة، واللي كانوا يجوه لها من جهة أخرى، شغل متنوعين. ما عندهمش حتى صلة بيناتهم، قال قرابة ولا قال مثلا هذا زوجها وأصحابه، ما كانش ما نفس الأشخاص ولا كل مرة أشخاص؟ كل مرة كان أشخاص. صح، أوصف لنا وش كنت تشوف يعني، وبدون خجل يعني، وصفنا الحقيقة يعني، وش كنت تشوف أنت؟ أنا كنت نشوف كل مرة تجي طفلة، تجي طفلة تقاري طوابل يابطوا معها زوج أشخاص ثلاثة، ولا يجي واحد يجيب زوج بنات ثلاثة يجيبوا صاشيات يدخلوا للدار. يدخلوا للدار هم يقصروا يضحكوا، قدام بعدها تبدأ حكاية واحدة أخرى، يبدأ الكلام الفاحش، يبدأ اللغنة يبدأ ما يا الله المستعان، ندير. ممكن تكون شوافة؟ لا ماشي شوافة. لا متأكد؟ متأكد ماشي شوافة، لأنه أنا نعرف شوافة هكذا شغل كيف شي يديره ولا عجوزة ولا ماشي شوافة. ومام هذو اللي يجب ثم ثاني يبيعوا المخدرات، معروفين ثم اللي يبيعوا المخدرات عندهم ناس سبيسيال كما نقوله، يلقى مع طفلة مع زوج مع ثلاثة، هذاك شغل يجو ليهم ثم قالت ريزيرفي شغل تعيط له، قال الواحد قال يا ودي كاينه بلاصه اروح ليها. وكر لممارسه الرذيله يعني، هذا شغل العام والخاص يعرف باللي هذا ماشي شوافه ولا فاميليا راهم يجوا لعدها وما فيهش سكان. انت قلت لي انه مرات يكون مغلوق وهكذا. نعم. مش ساكنين فيه ناس زعما اطفال ورجال؟ ما كاش اطفال. هي تسكن، هي تريح ثم عدها سهرات توحى في النهار ما تكونش في الليل. أنا شحال مرة نحكي معها، ضربت مرة عامين وأنا نشول ما نكذبش عليك، رحت معها شغل بلتي أحسن. هي كبيرة في السن صغيرة؟ بالك تكون 40 هكذا كان. صغيرة. هي مطلقة عدها طفل. هذا طفل من ذاك تجيبه من ذاك ما تجيبهش من. بعد جيت ليها شحال مرة قلت دي برك ما ديرون جيلي شغل المرأة، أنا عندي المرأة شغل جايبها من بلاصة بعيدة وتخاف وراه في لونتوراج واحد ما يجيني أنا ثم، لو كان قال عندي فاميليا راهم يجوا لعندي، هي من الدار ما تخرج. كل مرة تسمع كي نروح أنا الصباح للخدمة والآخر تسمع السب، تبدأ تسب فيها، تبدأ تخسرها في الكلام، تقولها نروح لك منها ندير لك هكذا بو لحية، هذا بصريح العبارة نقطع له لحيته. وكي نجي مع العشي نهضر معاه تقولي مازال ما تعرفنيش وش ندير. ما السهرة لحداش ونص 12 ونص تاع الليل يجوا هذو جماعته يجوني بالماس طبطبوا لي في الدار، يبدأ يهدوا فيا، تقعد عاقل ولا نديروا لك، تقعد عاقل ولا نحرقوا لك الدار، تقعد عاقل ولا نآذوا لك وليدك، أنا عندي طفل في عمره عامين ديجا زاد شغل كان عنده هذاك شو يسموه السوفل هذاك مريض بالقلب. كل مره دير لي بعد انا شغل كي ما قدرتش وش ندير، قدمت بها شكوى لوكيل الجمهوريه، دخلت لوكيل الجمهوريه درت له كتابه شكوى. طيب سيد حمزه، الناس يعتقدوا انه باش يضروك هذا الناس لازم شغل يضروك مباشره، من مرات مجرد وجودهم يعني بلا ما يدخلوا عندك للدار ولا بلا ما تختلط معهم هذا الشيء يضرك، وهذا الشيء اللي دخل الزوجة تاعك اللي جات من منطقة محافظة جدا، هي منطقة لا نريد أن نذكرها ولكن هي منطقة نحن نعتز بها في الجزائر، وأين تعرف تلك المنطقة بالمحافظة يعني ناس محافظين، ناس يحشموا، ناس لا الحمد لله يعني معروفة، وهي جيجل يعني ما كنتش حاب نقولها ولكن هي جيجل يعني ولاية. لا أمام العائلة تاعها أمام الآخر شغل الحمد لله، أنا لحد الآن ما شفت منهم غير الخير، احترام التام. معروفين ناس جيجل، هي بمجرد أنه شافت هذه الأشياء يصراو وسمعت لأنه بينكم وبينهم حيط برك
دخلت في حاله نفسيه. خويا يوسف انا ربي يغفر لي، انا ضربت عامين وانا شغل نكذب عليها. على ترمو هي ما شافتش هذه الحاله مقبل ولا، كنت نقول لها بلي هذوك شغل فاميليا شغل اوفر مخلطين برك، هما يهضروا هكذا وتاع مشاكل تاع راسهم، وهذه شغل ولاد خالها يجوا يخدموا لها يجوا. من بعد حتى بعد العامين كي قدمت شكوى شغل انا المرأة تاعي ولات تريح عندي نهارات في الدار، ومن بعد تروح لدارهم، كي نديها لدارهم تضرب ثلاث اشهر اربع اشهر وما تجيش. لانه تخاف. ما كانش كيفا لانه هي تخاف. تخاف نعم. لازم ما ترقدش، ما ترقدش في الليل، هي في الليل عندي تنضل شغل تنوم فيهم برك. قل لي انت تروح منا يصدموا لي للدار. خرج يديروا لي حاجه، انت يا هكذا برا وما سلكتش معاهم بالدوله بالاخر، كيفاش انا تخليني هنا وحدي سورتو في الليل؟ في الليل شغل راك في بلاصه مع ادغال افريقيا بالك ولا هما اللي راهي ريكلامي غير انايا. صح كان جهات واحده اخرى هي هذه هذيك شغل كانت القاعده تاعهم لا باز، هذه شغل عدها كلش عدها بالك في الولايه بالك خارج الولايه قاع يجوا لعدها. شكون اللي قديم في الحي، انت ولا هي؟ انت عندك اربع سنوات. عندي حوالي خمس سنوات. خمس سنوات. هي شكون اللي قديم، انت ولا هي؟ شوف صراحه انا كي جيت لقيتها ثم بصح ما كنتش على بالي، انا كي ناس ثقه دلوني قالوا لي بلاصه ما شاء الله، وكان العرس تاعي قالوا حوالي اسبوع فقط. شغل انا كنت مضطر شريت ثم هذيك البلاصه. وبعد مده كي انا تزوجت سكنت هكذاك حوالي شهر بديت نشوف امور. قلت بالك انا يا كيما رانا نشوفوا في الجزائر بالك تقدر تتعامل معاهم بالك. لا احنا حتى كان اصحاب مخدرات ماشي باش نمدحوهم ولا، تقدر تتعامل معاه، كاين ناس تقدر تعيش معاهم. صحيح. انا راني عايش شغل كاين ناس هكذا تقدر ما ياذيكش كي تعاملوا مليح ولا بالك تخلص له قهوه يشدها لك. قلت انا نسيي نسيي الباب هذا. من بعد لقيت روحي شغل انا غير نتاذى ونخسر في داري نخسر كذا. من بعد وليت خايف على اولادي، انت يلحقوا لك يقول لك نحرق لك الدار. معليش تحرق لي الدار، هي انت ما تسواش برا كان ما تسواش، معليش حكيت تقتل لي وليدي زعما كيفاش. شغل انا ماناش في الماريكان ولا تعرف. انا ماذا بيا ندخل في التفاصيل اللي حكيت لي عليهم، ماذا بيا تعرف انه كاين ناس يتفرجونا، كاين نساء كبار، كاين عائلات، كاين واحد الجو عائلي هكا وين ما يخليناش مرات نقولوا فضائع نعرفوهم يعني، ولكن نحن نعول على ذكاء المشاهدين في تخيل فقط انه الانسان يعيش وبينه وبين وكر مشبوه حيط يسمع كلش ويشوف كلش، وهو مع مرته مع حرمته يعني، ماشي شرط يدخلوا له للدار باش يكسروا له الحرمه، هذه الاشياء برك تكسر الحرمه. لحقنا الى المرحله اللي رحت انت شكيت بهم، هنا زادت الامور تازمت. انا قلت لك قدمت بها شكوى شغل لوكي الجمهوريه، الحق عيطونا الضبطيه القضائيه كي سمعونا هكذا. انا في وكيل الجمهوريه قالت لي شغل نخلعوها ونزيروها، ما تجيش الدور عندك ما دام انت ما عندكش شهود باللي هذا، بصح ما تجيش الدور عندك. مانيش عارف كان واحد المثل يقول لك بالك جات تصب ساحت. واش معناتها؟ دوكا كي جات هي وسمعونا في الضبطيه القضائيه هي خافت راحت من ثم. دخلوا لها دراري هكذا من الدوله صوالح، كاين اللي كسروا لها، كاين انتقام كسروا لها هذيك البراكه هكذا. انا كي شفت الحاله ولات شغل ما كان والو غلقت الباب ورحت بلغت وكيل الجمهوريه باش ما يزيدوش يجوا اشخاص واحد اخرين، باش ما يزيدوش يجوا ولاو يجوني ناس يجوا لعندي اتنازل القضيه وتنازل الشكوى، ولا سينو نديروا لك ونقتلوا لك الطفل وندوا لك الطفل نحرقوا لك البيت كذا. انا ما اكترثتش الامر هذا، قلت بالك الناس تهدد والناس تهدر. لقيت باللي صح، والحاجه اللي هدوني بها يومين ثلاثه تصرالي. يومين ثلاثه تصرالي مرة جال عند على سيرة وصالك، اسمح لي أحمد قطعتك، سنعرض على المشاهدين صورة أخرى كذلك لعينك. عينك سنشاهد، هذا أنت في الصورة. نعم. وهذه بونسمون، وش هذه؟ جاء فيها واحد، خرجت من صالة العيشة دخلت للدار، جاء دقدق لي في الدار هكذا، خرجت ليه
سلم عليا سلم عليا وقدامنا قال لي الاخ نتفاهمه ونديروا حل وخلاص. وش من حل؟ قال لي انت تنازل على الشكوى وهذه الدار نعاودوا نبنوها ونديها انايا. قلت له معليش، قلت له انت كي تدي الدار هذه؟ انا ما يهمنيش هذه الدار، اديها طوني برك. انت حاب تبيعها ادي دراهمها وجيب واحد وليد فاميليا يسكن قدامي. قال لي لا انا، قال لي نبنيها. قلت له كيفاش تبنيها؟ قال لي نبنيها. قلت له تسكنها انت، اسكنها انت يا عشان هذا الشخص متزوج. انا قلت كي تكون الاهل تاعه ثم قلت شويه حاجه مليحه. حتى الاهل تاعه شغل الزوجه تاعه خاطيه، ما ماشي داخله في هذا الامر كاع، واش ما حد ما يفتريش على الناس كذا. بعد قال لي لا لا، قال لي نبنيها ونعاود نرجع المراه هذه وانت تروح تنازل على القضيه. ايه قلت له معليش نتنازل على المراه اللي كانت مع الاول، اللي كانت مع الاول. قلت له معليش نتنازل على القضيه وابني هذه، بصح عندي شرط، اروح نبيع لك الدار هذه وخليني نروح منها. قال لي انت تفهم بزاف. قلت له كيف؟ قال لي انت تفهم بزاف، شوف خنقني طبعني على الحيط، انا دخت تغاشيت ما على باليش كاع باش يضربني. بعد انا كيف طنت لقيت الموس تاعه شغل داخل في خدي هنايا داخل، ما بسيب باش سلكت. قال لي شوف انا اللي جبتك لهنايا، انا اللي راح لك، يا تتنازل يا وليدك راح فيها. حتى انا شغل سيد احمد، تعرف انه كاين سلطات امنيه في الجزائر تضرب بيد من حديد يعني، وكاين عداله وقانون فوق الجميع. الكلام هذا فعلا صرا؟ فعلا فعلا صرا. هذه واقعه صرات لي، ماشي زعما نزيد فيها ولا نأول. لا لا ماشي قصدي تزيد فيها، انني حب اني حبك تشدد على خطورتها، لانه هنا يعني هنا كما نقولوا تجاوزنا مرحله التهديد والترعيب، هنا ذكرنا في التنفيذ. ضربك لعينك المره الجايه يدير حاجه صرات لي. اكثر مراها فرحت انايا، كانت بهذه اللي نشفى لها بالجمعه بعد صلاه العشاء، خليتها الجمعه السبت هكذا. رحت خيطوا لي بومرداس لي زيرجونس هكذا، السبت ما كان والو، رحت درت سيرتيفيكا على الطبيب الشرعي. جاو لي جندارم تاع الحي هذاك، الحق جاو لعندي، جاو لعندي شافوني كذا، قال لك جيب لنا سيرتيفيكا تشكي به. رحت ديبوزيت بلان تعطيت سيرتيفيكا هكذا، نهارات ولا هو يريكلامي، جا عندي قال لي شوف تتنازل، قال لي وليدك راح فيها شغل ما تقلقش روحك. انت حاليا راك عامل في البلديه، انت قلت انا نخدم تقني في البلديه، بدلت التوقيت تاعي غير باش باش في النهار نكون في الدار. نعم يعني خفت يدخلوا لك للدار. باش يكون عندي وقت تقدر تروح زعما نص نهار، تقدر تشوفهم، تقدر تعيط في التليفون، خاش ماشي بعيد بزاف. درك اسكت على اللقمه اللي تجيبها لاولادك، ولا اسكت على الخدمه تاعك، ولا اسكت على دارك يعني؟ هذا الوضع. اللقمه حاجه، وانا هذه بنت الناس هذه شغل انا مسؤول عليها. انا شغل اللي تقيسها لازم تقيسني انا، ماشي لازم تقيسها هي. تجيبها من 450 كيلومتر تحطها في بقعه وما عندها حتى واحد، يعني حتى الباب ما تفتحوش. كاين ناس، كاين ناس دوكا يتفرجوا يقول لك علاش ما رحلتش؟ علاش ما بدلتش؟ يعتقدوا انه الامر ساهل، انه تلقى كريه وتبدل تخلص 1,800,000. لا خلص واحد الزوج هكذاك، زوج وزياده هكذاك. نقول لك علاه ما رحلتش. الاولى ما كانش وين زعما تكري، انا ما نقدرش خش عندي وليدي مريض وزاد المراه مريضه. ما نقدرش. ثاني حاجه باش تروح تبني في جهه واحده اخرى، انا ما نقدرش نجيب واحد زعما نخدعه نقول له بلاصه مليحه انا مضرور منها باش نسلك روحي ونرمي كاش واحد هكذا. ما لقيتش واحد كيما هما يصلح، قال يا ودي اروح نتفاهموا. طيب اذا هاد الناس اللي راهم يتلبوا فيك بهذه الطريقه وحابينك تسكت وترضى، بتدخل بلوطاغ حابينك تشارك معاهم، وش تقول لهم الى راهم يشوفوا فيك دركا؟ هذا اللي جاني، هذا اللي ضربني بالموس، قال لي علاش غير انت اللي راك تحكي فيها، علاش غير انت اللي راك تهدر. المهم هو قالها لي بعباره واحده اخرى ما نقدرش نقولها. قالها لي سمحها لي، قال لي قلت له دي انا اللي راني مضرور في هذو الناس كاع. والناس ماشي كيف. غير كيما كانت عندي جلسه ما حبيتش اروح ليها، في العشيه جاوا هدوني. ما زالك عايش تهديد للدرك؟ ما زالني لحد الان. طيب كاش ما كاين رساله حبيت تقولها قبل ما واش راح نقول خويا يوسف؟ لا بوليس عاملوني مليح،
بالك داروا حاجه، داروا حاجه هكذا مليحه، بصح انا ما زاني نعاني، انا ما لقيتش حل واحد اخر. وهذو الناس تعاملت معهم قانونيا، جاوا ذاوني، رحت وكيل الجمهوريه يقول لي قدم شكوى، نقدم شكوى، يعيطوا لنا في الضبطيه القضائيه، يزيد الامر شو اللي حصل. ما كان شهود الشهود ما كانش. الا كانوا الشهود هم الممارسين لهذه الممنوعات، كيفاش يدير السيد فعلا؟ ان شاء الله درت ملف سكن. عندي ملف الحل الوحيد يبدو انه عندي ملف سكن وعندي وعود هكذا، وان شاء الله فيها خير. دخلت شاف دائره، دخلت المسؤولين في البلديه قاعد يعرفوني، قاعد يعرفوني، يعرفوا اخلاقي، يعرفوا يعرفوني كيفاش داير. بس انا شغل راني في، يا اما ندي المراه نطلقها ولا خليها في دارهم، يا اما مانيش عارف واش ندير. والله ما عندها شحال سمانه جاوني بالكرارس قاره، المهم ما خلاوليش واش قالوا، المهم الالفاظ قال. يعني حتى وتدخل دارك تغلق الباب تسمع يطبطبوا لك، يرموا لك، المهم تخرج بالسيف عليك، يا تخرج يا يدخلوا لعندك. دوكا انا نفضل نتاذى نخرج، مانيش عارف يضربوك انت، يا يشوفوك بالك طايح ولا يروحوا ولا يدخلوك للدار تشوفهم المراه داخل. ما كما نقولوا بالتعبير الشبابي داروك شغل، خلاص شغل دارو اون فيكساسيون عليك، داروك انت هو الشغل تاعهم. انا دوكا هذو سكنوا لي في حياتي، اشوف المرات تشوفهم في المنام وانا نشوفهم في احلام اليقظه، ما نهار كامل وانا خمم غير فيهم برك. سمح لنا نقولوا البلاصه وين؟ نعم سمح لنا نقولوا البلاصه. ايه معليش. منين؟ هي بومرداس، بلاصه يسموها عليليقيه شرقيه، معروفه بديار الزدمه. ديار الزدمه؟ ديار الزدمه اسمها برك يخوف. جهه تابعه لتجلابل. طيب شكرا لك سيد. سيدة سارة، هذه شهادة حية لما يعانيه المواطنون الذين يسكنون ولا يكتشفون أوكار مشبوهة لممارسة مختلف الممنوعات أمام منازلهم. النقطة الأولى اللي قلت لك مقبل أنت حكيتي عليها في بداية الحلقة هي غياب الشهود أو تردد الشهود أو خوف الشهود. ما هو السبب الذي يجعل المواطن يتفادى الإدلاء بشهادته عندما يتعلق الأمر بقضايا مماثلة؟ هناك ربما عدة أسباب، ولكن أنا أعتقد أن الجبن هو العامل الأساسي. هناك جبن. جبن، هناك جبن، يعني في مثل هذا الحالة يمكن الأمر معقد عندما تكون في حي فوضوي، شخص يسكن في حي فوضوي غالبا هو أيضا متورط في بقعة سوداء، فالموضوع يكون معقد. ولكن في حالة عادية مثلا نجد أنه البيئة كلها موجودة، الشرطة يعني في خدمة القضية، كل شيء موجود، ولكن نجد أن الموضوع أنه تخطي راسي، أنا لا أتحدث. أيضا أعتقد أنه على أيضا رجال الدين إعادة التوعية الناس بدينهم، دام نحن يعني نتحدث دام أيمن أننا مجتمع مسلم مرجعيتهم إسلامية، ولكن هذه القيم الإسلامية من أظلم من كتم شهادة عند الله؟ يعني عندما ترى شيء بعين الحق وتكتم الشهادة، هذه عند الله ظلم كبير. وكأنه هناك مثل أيضا يقول أظلم من الظالم هو من يساعد الظالم على ظلمه أو يسكت على الظالم، الظالم الساكت عن الحق شيطان أخرس. وهذه حقيقة، عندما أنا أجد أمامي حقيقة واضحة لا أتحدث عن شبهة أو شيء مثلا مجرد حديث شك هذه الأشياء غالبا يعني لا أحد على أيضا الإنسان أن يتحرى جدا، يعني إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لكن عندما يكون الموضوع واضح، شخص يهدد حياة الناس، يمسك يعني شخص يضرب شخص أمامي إلى درجة الموت أحيانا، والأشخاص يعني تخطي راسي، أنا إذا بلغت عن هذا الشخص سوف يعني يفعل بما فعل. أتحدث ممكن عن تجربة شخصية وأنا أقولها يعني اليوم. ضربتي؟ لا ليس ضرب أبدا، بالعكس أنا كان عندي. ضربتي؟ لا ضربت ولا ضربت، لكن كان في حي معين تعدى، قامت يعني تم التعدي، وحي راقي يعني حي ليس، تم التعدي على طفل أمه مطلقة في رمضان، وكان هناك كلام فاحش في رمضان أمام الملأ.
طبعا أنا كان عندي وقتها 20 سنة فالقانون يسمح لي بإدلاء الشهادة. المشكل أين حصل؟ أنا باندفاع ممكن دخلت في الموضوع كشاهدة لأنه المتعدى على ابنها أنا شفت الحالة كاملة ماذا حصل وأعرف الخلفيات. أنا ذهبت للإدلاء بالشهادة والقضية رفعت في المحكمة والجميع غيب رجالا ونساء عن هذه القضية إلا أنا وشخص ثاني كان طرف في القضية. الذي حدث وأنا أقول من تجربة وأعيدها دائما في الحياة أن الحق هو الذي ينصر الناس وليس الناس من ينصرون الحق. الحق لديه طاقة معينة، لديه قوة معينة، الله معه. تسخر شخص من صاحب نفوذ بطريقة عجيبة وأنصف القضية، وحتى الشخص المتورط في هذه القضية كان يعني يدعي نفوذ بإنسانة معينة، تم فعلا إيداعه في السجن في لحظة حاسمة. يعني كنا نعتقد أننا تورطنا وأننا مهددون، ولكن الاستمرار والإيمان بالقضية جعل شخص يعني صاحب نفوذ في لحظة معينة نصر القضية. وهذا ما يحدث عندما نكون أكثر جرأة وأكثر شجاعة ونتحمل مسؤوليتنا أيضا كبشر وكمواطنين أيضا. تعرفي أنا عن تجربة يعني في القضايا المماثلة ولا في ممارسة عملي ولا حتى في حياتي، يعني أنا لاحظت أنه الناس يستسهلون تقديم شهادات كاذبة ومزيفة عن أشياء ليست فيك ولم تحصل، ولكن عندما تحصل أشياء أمامهم يمتنعون عن الإدلاء بشهادة. لسنا أهل حق. أسهل عليهم أن يقولوا كلام كاذب يشهدوا زورا على بعض الناس، يعني على كل حال شيء غير طبيعي المفروض طيب. يرفض. طيب شكرا لك سارة. على سيرة ما يحدث، على سيرة الانتشار الواسع لعقلية حروب العصابات في بعض المناطق، سوف ننتقل إلى ثاني قصة لعدد اليوم وثاني تجربة، وهي لسيدة للأسف ليست موجودة معنا. وتخيلوا أن أما مفجوعة في ابنها خرجت لتنقذه من عراك مراهقين فقدت حياتها بسبب السنيان. مساء الخير سيدتي، لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله، عظم الله أجركم المصيبة اللي صارت لكم العائلة تاعكم. ولو أنه المصيبة تاعك أنت أكبر من الوصف لأنه أنت ما عندكش أخت أخرى، هذاك واش كان عندك؟ أعتقد لدينا صورتها نشوفها، هذه فرصة باش الناس يترحموا عليها. هذه أنت وأختك؟ لا، هي دي منا وخويا وهذيك الأم تاعي. هذه أختك؟ هذيك الأم تاعي. هذه المرحومة الله يرحمها، واسمها؟ فوزية. سيدة فوزية ربي يرحمها. هذه آخر صورة التقطت لفوزية؟ هذه سمعنا قبل ما تموت، سمعنا قبل ما تتوفى الله يرحمها. بابا أنت حكي للناس كيفاش سيدة كما هذه يعني وجهها يشبه أوجه ملايين الأمهات في الجزائر. هذه صارت الحكاية في 1 جويلية 2017، صارت في الحومة وين سكن هي باقا. كانوا غير دراري صغار دي مينور متضاربين بالحجر ما بيناتهم حومة مع حومة. جاو هي في الأول خرجت تجيب وليدها، جابته ودخلته للدار. دوزيام فوا غفلها وخرج، كي خرج نسات ما كاع، خرجوا يجيبوا ولادهم باسكو خافوا عليهم، باسكو الحومة تاعهم معروفة باللي معروفة باش حكي لنا، معروفة بالمشاكل بليكخيم كل خطرة يصاوب فيها بزاف البروبلام. خرجت تجيبو خافت عليه، ديجا في حومتها ما تحمل واحد. كي خرجت هو خرج تخبى باسكو هو تاني صحابو اللي كانوا متضاربين كان يتيري معاهم بالحجر، ومن بعد تخبى خاف. دي مينو متضاربين جاو ثلاثة، أنا ما على باليش نسكن في وهران، أنا على حسب باش حكاو لي. نسي يقولوا لي كانوا ثلاثة ونسي يقولوا لي لا كانوا ربعة. باسكو واحد فيهم نهار اللي ماتت هي سمانة حرق دمرته وحرق، هذاك ثاني جبدوا بصح ما كانش يجبدوا عند الشرطة وكلش، ما كانش يهضر عليه. ليسونسيال ثلاثة ولا ربعة هما هما كبار، جاو يتيروا بالسينيال، واحد تيرا بالبوق، واحد فيهم قتلها، دخل فيها السينيال ماتت سيغ بلاص. كيفاش حتى تقاست هي بالسينيال؟ هي انا للان مانيش فاهمه مليح، هي زعما اللي ضربوا ما بيناتهم بالحجر من وهي واقفه هنا في وسط الطريق، والاخرين جايين من هي في الظلمه صافي شافوا مرا واقفه ولو يتيروا بلي سينيال شافوا مرا بلي حتى ما شافوش مرا واقفه. اي حتى ماشي هي تجي في واحد اخر، تجي في طفل يعني مراهقين كانوا مراهقين، هذوك اللي كانوا متضاربين بالحجار صغار وهذو الكبار جابوا لي سينيال ولاو يتيروا باش يزيدوا يشعلوها. كي تيروا هما بلي سينيال واحد فيهم على بالي شكون فيهم اللي قاسها ماتت سيغ بلاص. من جاتها الضربه؟ جاتها في كرشها. في كرشها ماتت سيغ بلاص؟ ماتت سيغ بلاص. شحال كان في عمرها؟ 43 سنه. كيفاش تلقيتي الخبر انت؟ تمام تلقيتيه ب شكون يما في 2014 شو لأنه فقدت الأم تاعي في 2014
اختي وحده وانا في وهران هي في زلالتها وشو كتمون ستني تعيط لي نقصر معاها شغل بعد ما فقدت الام تاعي كانت هي كلش كانت شغل مثبت الام تاعي تشوكيت جنتي صدمه ما حبيتش نامل كاع حتى تجي حتى عيطوا لي في التليفون وما حتى تجي شفت بلي صح حتى دخلت للسبيطار وشفتها بلي صح ماتت ما حبيتش نتقبل الامر بصح مع الوقت الحمد لله ربي نزل الرحمه تاعو الحمد لله كنا نهار عيد 1 جويلية 2017 كنا مع العيد تسمى هما كانوا يتضاربوا ليلة العيد ولا صبحة العيد؟ هما تضاربوا في الليل أنا هاد 9 ونص هضرت معاها قصرت معاها نورمال بصح سبحان الله شغل حسيت باللي كاينة حاجة ماشي نورمال كانت تهضر معايا في التليفون ومن بعد سكتت وقلت لها واش بيك سكتتي لا ماكش حابة تهضري معايا خليني نروح نرقد أنا غدوة الصباح نخدم قالت لي يعني شغل غاصت تهضر معايا في التليفون بصح سكتت حست سبحان الله موراها انا كنت لاخذها 11 ونص هكا عيطت لي على وسط خالتي عيطت لي قصرت معايا واش راكي صافا لاباس صح عيدكم منا ومن بعد قالت لي البركه فيكم انا بديت نضحك قلت البركه فينا واش كاين علاش البركه فينا قالت لي اختك ماتت قلت لها كيفاش اختي ماتت قلت لها اختي غير كيما كنت نهضر معاها كيفاش ماتت قالت لي صارت باكار في الحومه قاسوها بالسينيال قلت لها ميم صارت باكار في الحومه كاين غير اختي اللي تموت قلت لها انتم ما بتشوفوش وتهضروا قلت لها بالك شي وحده اخرى بالك شي واحد قاسوه بالسينيال بعد كي شافتني هكا تخلط قالت لي لا 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 صبري صبري وقال ماشي هي وقال ما ماتتش وعيطت لي غير خالتي ما عيطت لي خالتي ما عيطت لي وليد خالتي ما كانش قال لي عيط لي شغل بعد يعني اسمحي لي برك كاين واحد يانونسي خبر الموت هكا صح عايدك اختك ماتت جوستومون هي قالت لي لا لا بركه فيكم قلت واش كاين قالت اختك قتلوها بالسينيال صاد باكا قاسوها بالسينيال بعد انا تشوكيت وليت نعيط في الدار وجاتني صدمه وليت نضبح بابا كان في لاشومب تاعو يشوف التلفزيون بابا عنده لاطونسيون تخلعت شوكه وليت غير نضبح تاع راحو خلوني وحدي راحو خلوني وحدي وكانت ليله الجمعه حلمت واحد الحلم سبحان الله حلمت يما الله يرحمها جايه لابسه جلابه خضراء وجاها منور وفرحانه يما واقفه هكا في الطريق اختي بعد شافت فيا قالت لي وين راهي عيطي لها تجي طولت بزاف عليا خليني نروح انا بقيت هكا نشوف فيها بعد دوت وجهي نشوف اختي جايه واختي كشوم شي حابه جايه وزحفانه قلت لها يما راهي غير تحوسي عليك وطولتي عليها بعد اختي دارت لي هكا واش بيها راني جايه واش بيها مقلقه راني جايه بديت نضحك تا كنت نشوفك تنقل شي عليها تعرفي كي دير لك ومن بعد كي جات اختي يما واقفه من واختي هذا في الحلم بالجمعه وانا واقفه شفت فيها جات جينا باش نروحوا شفت حاجه في رجليه قلت لهم يا انا راني بلا بلغه ما تجيبش البلغه تاعي انا نروح لدار ماني نجيب البلغه ونجي روحوا نتوما بعد نجو بعد انا نجي هما راحوا وفي هذاك المنام نزيد في هذاك المنام نوم روحي في دار ماني دار ماني عندها لاتيغاس وفي الليل وانا في لاتيغاس نسمع اختي تعيط لي تخدي ناديه هربي او جاي قتلك بالموس او جاي قتلك بالموس وكي طليت نلقى الغاشي هذا المنام حكيتو لها نهار السبت حكيت لها هذا المنام كي حكيتو لها قالت لي خير ان شاء الله سبحان الله الحلم هذاك عاود خرج كيما نتا هو انت اللي حسيتي ماشي اختي ايه هذاك اللي نمتو بالجمعه السبت حكيتو لها قبل ما تموت سمعاتو وقالت لي خير ان شاء الله صافي كي ماتت انا في الجنازه بقات لاسير تاع شغل حد هي ويما ويما كي كانت مريضه الله يرحمها زعما هذا واجبي شغل انا اللي قمت بها نجري بها ولو كي جو عظموا لي الاجر نقول لهم كيفاش خيرتها هي داتها وانا على ما داتنيش شغل جاتني صدمه وي وليت نقول لهم كيفاش انا اللي كنت نجري بها علاش داتها هي علاش خلاوني علاش راحوا في زوج الحمد لله وبقيتي وحدك كيفاش دايره الحياه بلا يماك وبلا اختك تحس البيت اون بليس كنت نسكن في زيلال دام تحت الوهران تحس ماشي وحدي الحمد لله كاين ربي سبحانه عندي بابا عندي خويا بصح تسمات لك الدنيا تسمات بزاف وهي مسكينه ما عندها حتى علاقه بالمشاكل يعني وهي وليدها كان ضاربين غير بالحجر وما جابوا لي سينيال ما فهمت واش دخلكم نتوما كبار هادو صغار متضاربين نتوما واش دخلكم والناس تما في الحومه كاع شافوا وواحدهم جاب دينه هذا اللي مازال ما خرجش كاع مجابدينو بلي هو كاع شافوه بصح ما كانش لي يشهد ما كانش لي يعترف وما كانش لي يشهد طيب بعد وفاتها كيفاش العائله ولادها وراجلها كيفاش عاشوا الصدمه هذيك الكبيره بنتها الكبيره عندها لي كريزي بيليبسي مريضه بصح كانت مليحه نهار الجنازه تاع يماها ما بكات ما كاع اوت غير تشوف يجوا عضموا لها الاجر بقات تشوف فيهم الدمعه ما طيحتهاش والو غير مشوكيه حاكمه بلاصه ودايره غير هكا تشوف برك غير تشوف
وكان نتبعوا فيها عند بسيكات نتبعوا فيها نداووا فيها. سمحي لي ندير تصويرتها كي كانت لابس بها. دير كيها كانت تصوير دوك الولاد. سنعرض عليكم مشاهدينا صورة ابنة السيدة التي قتلت. هذه بنتها الكبيرة. مأساوي. هذه صورتها لما كانت أمها عايشة بعد الحادثة بعد عملية القتل البشعة. دوك نشوفوا كيفاش ولات بنتها الكبيرة بسبب فقدانها لوالدتها. هذه هي. يعني كما نقولوا احنا مغيبه جاتها الصدمه اتبع عند طبيب الاعصاب بصح ما تحسنش كاع زاد عليها الحال. سمحي لي نقول واش قلتي لي مقبل على عليها، لانه حنا نحكيوا على عصابه الاحياء. عصابه الاحياء ماشي برك يديروا زعما يتنوض باكر يضربوا بالحجر ومعت خلاص. عصابه الاحياء هي عقليه، هي هو نمط حياه، والمافيا عايشين مافيا ما عندهمش حدود، يقدروا يديروا اشياء فظيعه وما كانت حاجه تحبسهم، لا الحبس يحبسهم لا اشياء اخرى تحبسهم. هذه الطفله المريضه دركا واسمها؟ اسمها مروه. مروه، مروه هي مريضه، يعني مريضه عندها مرض الصرع وتتابع عند طبيب الاعصاب. تدهورت حالتها بشكل فظيع بعد وفاه والدتها، وتخيلوا ان هنالك بعض المنحرفين في نفس المنطقه التي قتلت فيها والدتها يقومون باستدراجها. ايه كاين واحد الشخص شفتي البارح؟ يعني انا جيت ضيفه عندهم، خوتها ولات تحكي لي، قالت لي مروه عيط لها واحد في تليفون. قلت لها مروه عيط لها في تليفون كي تمسخري بيا؟ وهذه كانت عندي في وهران كانت لاباس بها، هي ما حبش يجيها حالها، تجي عندي ما تقولي لا لا نروح للدار نتوحش خاوتها وكامل. قلت لها كي تمسخري بيا كيفاش عيط لها في تليفون؟ جابت لي تليفون قالت لي كاين واحد وعيط لها وديجا خوتها هدرت معاه. بصح هدرت معاها على اساس انها هي شغل هي مروه باش تشوفوا واش يهضر معاها، ولا خلا واش راكي صافا لاباس وقتاش تجي عندي وقتاش نتلاقاو. ما امنتش. بعدا كي جبت انا جبت التليفون وليت نشوف لي زابيل، مروه مولاش تريبوندي علي، بعت لها لي ميساج ولي زابيل. انا عيطت له من التليفون تاعي، عيطت له السلام عليكم خويا، قلت له خويا راك تعيط في واحد النيميرو واحد الطفله واسمها مروه، قلت له هذه البنت مريضه خلي انا عندي حانوت ولاباس بيا وراني ناوي الحلال، قلت له ناوي الحلال ربي يجيب لك من جهه واحده اخرى، قلت له بصح هذه البنت مريضه، قلت له نورمالمون ما نعيطلكش، نورمالمون ديبوزي بيك بلان، شغل انا عيطلك انا حسبته بنادم، حسبته وليد فاميليا كي نعيط له يفهم روحه. كي قلت له ديبوزي بيك بلان خلي انتم كنت عيطوا لي بالماسك، قلت له خويا انا مانيش نعيطلك بالماسك، راني نعيطلك من التليفون تاعي، وهدرت معاك بالملاحه واني نهضر معاك باحترام، هضر معايا باحترام، جاوبني كيما راني نهضر معاك. طفله مريضه يا ولدي. طفله مريضه. خلي لا لا نتوما تعيطوا لي، قلت لك تتعقلنا عليا، قلت له نهضر معاك بالملاحه. ومن بعد تما كي خلو نديبوز عاودتها له، قلت له انا دوكا نروح نديبوزي بلان. هاشا كل كوبيت ورحت. هذه وما سلكتش. وهو يعرفها. يعرفها. وعلى باله بلي مريضه. كاع في وين يسكنوا زعما. يعني وباين يعني حتى. دوكا تبان مريضه، تبان دوكا تبان تبان. مي علاش قلت لك ما كاش حدود؟ ما عندهمش حدود. ما كاش. عندهمش حدود والو. شرع ماشي غير هذا هو الحدث المأساوي، حتى زوجها. زوجها مات. توفى بعد 3 سنوات. ايه. بسكتة قلبية. ايه حبس قلبه. طيب الله يرحمه والديه. الله يرحمه. شرعته في المحكمة. المشكل كاع في القضية في الشرع. طيب واش صرا في المحكمة؟ هي ماتت 2017. شرعنا في 2019 حكموا لهم 10 سنين. ومن بعد القاضي اللي كان شاد القضية تاعنا من 2019 وحنا يديروا لنا غونفواي استئناف استئناف حتى 1 مارس 2022 حتى العام اللي فات شارعنا وخرج هذه القضية من قضية جنايات جريمة قتل إلى دارها جنحة مشاجرة وحكم لهم 5 سنين. ومن بعدها خلاص قضية على بالي كيفاش. قلت لي أنه كاين واحد في الليل بعد ما تيروا بالسينيال رفض مرته وحرق هرب وهو لابس هذاك السمانة حرب هذاك السمانة حرق هذاك جبدوه جبدوه الناس اللي في الحمايه هادو باللي فلان كان معاهم علاش شي حرك لاباس به في وين يسكن عنده الدار خدام لاباس به لاباس به علاش شي حرك علاش شي حرك. طيب انت شكي طالبه دوكا؟ انا من هذا المنبر ما عنديش شك في العداله تاعنا، نطلب اللي قتلوا اختي نطلب بالقصاص نجيبوا حقها. استغفر الله العظيم. سكو حقره مرا ماتت على جو 43 ودارها تفركتت كاع زاد مات على رجلها الدراري تاعو 5 سنين جريمة قتل 5 سنين. حسبي الله ونعم الوكيل. كما نقولوا عندنا كل الثقة في حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله هذاك يمثل نفسه ماشي يمثل كاع العدالة، هذاك القاضي يمثل نفسه
وديجا موقوف الدواء. طيب سارة ضحية أخرى لحروب العصابات المنتشرة، وأنا قلت أنه يدفع ثمنها مواطنون ما عندهمش علاقة بالمشوف صاري. وكانت السيدة 43 سنة ماتت بالسينيال طريقة موت بشعة جدا. ما هو انطباعك على هذا؟ كانوا الموت عبثي، عبث أن نموت، سهل عمد، سهل جدا، نقلت لك سهل جدا جدا يعني بهذا الشكل. للأسف أنه هل يحرم على المواطن البسيط أن يكون بسيط اليوم؟ يعني هل يجب على كل الجزائريين أن يسكنوا في أحياء ممكن إقامات معينة حتى يسلموا من هذا من هذه الكوارث؟ يعني فعلا هنا أعتقد أنه إعادة حكم الإعدام، تنفيذ حكم الإعدام الذي هو حتى ممكن مطلب الكثير من الجزائريين، أنا أضم صوتي إلى صوت هؤلاء، الإعدام، القصاص، على الأقل أنه يكون هناك رادع، لأنه من أمين العقاب أساء الأدب في النهاية. عندما يكون هناك رادع النفس بالنفس والعين بالعين والبدي أظلم، أعتقد أنه على الأقل يخفف، ولكن تبقى أيضا مسؤولية اجتماعية كثيرة. يعني نحتاج إلى إعادة القيم إلى مكانها، إلى تثمين القيم، إلى الكثير من الجهد اليومي نحتاجه على الأقل لإيقاف هذا الزحف الجرائمي الذي يهدد حياتنا كلنا على فكرة، كلنا تحت نفس الخط الأحمر الذي ممكن تعيشه هي اليوم. كلنا في الشوارع نعيش ممكن تهديدات، في الأزقة، في الأحياء. يجب إعادة حكم الإعدام، ويجب إعادة النظر في الموضوع بجدية أكثر. سمعتك دقيقة نطرح سؤال بعد كملي. سمعتك قالت مقبل أنه بنت السيدة المقتولة الكبيرة مريضة، عندها مرض الصرع، عندها مرض في الأعصاب، هي بين واضحة عليها أنها مريضة، ومع ذلك يحاول بعض الأشخاص استدراجها، لأنه واضح عليها أنها مريضة، لأنهم يبحثون عن الضحية الأسهل، لأنهم يلجؤون دائما إلى الشخص المكسور، المريض، الضحية، الذي مجرد من العائلة. نقول مثلا كثير بنات ممكن أحيانا تشوفيهم تبكي تقول لك ما عنديش الكتاف، على ذيك أنه قاموا بتعدوا عليا لأنه أنا ما عنديش الكتاف. هذا الكلام صعب جدا أنه نسمعه، لكن أنا بالنسبة لي يعني مع أنه قاسي جدا، لكن هو من الطبيعي جدا أن يلجأ أي مجرم إلى الضحية الأسهل غالبا. يعني هذا هو قانون الطبيعة وقانون الغاب. كيف تتخيلين هذا الشاب مثلا؟ شاب هذا اللي مثلا يخلي قاع البنات يروح لوحده مريضة، أكيد سادي جدا، مريض يعني سادية في أقصى يعني في أقصى درجاتها أكيد. طيب شكرا لك يا سارة. قلت لي حبيت تزيدي كلمة قبل ما نروح الفاصل الإشهاري. وليدها الكبير كي يتضارب في الحومة يعايلوه، يقولوا له كون جيت راجل كون حتى جبت حق يماك، ودوكا اللي قتلوا يما خرجوا، واحد خرج واحد مازال، صافي صاصبت عاود الحكاية غير هي تتعاود. على كل تابعتوا معنا الجزء الأول من الحلقة المخصصة بحرب العصابات. مشاهدينا الكرام سنكتفي بهذا القدر، وسنعود لمواصلتها الأسبوع المقبل. لا تفوتوا مشاهدة برنامج عشت وشفت دائما نفس التوقيت ونفس القناة، ستجمعنا قناة الشروق. إلى اللقاء.